قامت مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع أجهزة كهربائية وأدوات وأثاث منزلية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية من كافة مراكز محافظة المنيا، حيث قامت المؤسسة بإجراء بحث اجتماعي للأسر المستحقة ورصد جميع الاحتياجات لتلك الأسر وتوفيرها. من خلال التحالف الوطني بنعرف نوصل لكل الأسر المعدمة والفقيرة. زمان كان ممكن يحصل دبلرة مع بعض الأسر، وفي أسر تاني منسية خالص، في مناطق كمان منسية خالص. من خلال التحالف الوطني عرفنا نوصل لكل الأسر المعدمة، ما يبقاش في أسر منسية، عرفنا نوصل لكل المناطق وننتشر في كل الأماكن. وأنا أشكر الناس اللي ساعدتني وادوني سرير وغسالة وبيساعدوني في كل حاجة. جابوا لي راعي مصر، مشكورهم كتير عشان هم وقفوا جنبي، وكان لازم ندلاب ومطبخ لبيتي، وهم لما جم زاروني شافوا الظروف هم جابوهم لي.